السيسي يؤكد في لقاء مع مجموعة من شباب العالم أنه لا أحد يستطيع تغيير هوية الأكراد. بري والحريري يدعوان اللبنانيين لعدم الانجرار للفتنة وتشكيل الحكومة بأجواء هادئة. اشتباكات في العاصمة الهندية بسبب قانون الجنسية. الخامسة مساء الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يستطيع أحد المساس بهوية الأكراد، وخلال لقائه مع مجموعة من شباب العالم خلال فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، قال الرئيس السيسي أن الإرهاب يسعى إلى تخريب الدول واستنزاف طاقتها وتعجيزها عن التنبيه، وأنه لا يمكن نجاح أي مشروع مبني على الاقتتال والتخريب، مشيرا إلى أن الدول التي انقسمت باتت هشة وضعيفة ولا تمتلك مقومات النجاح. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادته بالمشاركة في فعاليات ماراثون السلام بمدينة شرم الشيخ والذي جمع بين مختلف شباب العالم، وفي تدوينة له على صفحته الرسمية على فيسبوك أشار الرئيس إلى أن سعادته امتزجت بالأمل، وهو يرى الشباب الواعي المتحمس المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام. وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قد أشار إلى مشاركة الرئيس شباب العالم في فعاليات الماراثون والتقائه الشباب المشاركين به بعد انتهائه أمام أيقونة السلام بمدينة شرم الشيخ. استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية طلاب مدرسة الأمل الصم على هامش فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، وفي تدوينة لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أشارت قرينة الرئيس إلى حرصها على استقبال أولادها من مدرسة الأمل الصم إيمانا بأحقيتهم في الرعاية ومنحهم دفعة تشجيع وإعجاب بقدرتهم على تجاوز التحديات وإيجاد طرق للتعايش داخل المجتمع. أكد رئيسا الحكومة والبرلمان في لبنان سعد الحريري ونبيه بري في بيان مشترك على وجوب تحلي اللبنانيين بالوعي واليقظة وعدم الانجرار إلى الفتنة، ودعا الحريري وبري في بيان مشترك صدر عقب اللقاء الذي جمعهما في عين التينة إلى إفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم بحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانجرار إلى الفتنة التي دأب البعض جاهدا نحو جر البلاد للوقوع فيها، مشيرين إلى أهمية تشكيل الحكومة الجديدة بأجواء هادئة. اندلعت اشتباكات بين آلاف المتظاهرين ورجال الشرطة في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع على قانون جديد يحرم المسلمين من دول مجاورة من الحصول على الجنسية الهندية، ويحمي القانون الجديد الأقليات الدينية دون المسلمين من الاضطهاد في بنغلاديش وباكستان وأفغانستان المجاورة عن طريق تسهيل حصولهم على الجنسية. نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار دائما تابعوا موقعنا الإخباري اكسونيوز.تي في. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.